وشي سيفه اليوم حناخذ هذا لتنت هيت. لتنت هيت اللي هي الحراره الكامله. It is the amount of heat required to convert a unit masses of the salt into liquid without the change in temperature. It's the amount of heat required to convert. كمية الحرارة اللازمة لتحويل. Convert لتحويل. A unit masses كتلة من الماس من الصلب مثلا into liquid without a change in temperature. ما فيش تغير في درجة الحرارة. درجة الحرارة تكون هي نفسها. احنا خذينا المحاضرة اللي فاتت السبيسيفيك هيت وحسبنا كمية الحرارة في السبيسيفيك هيت. عندما تنتقل الحرارة من تصبح في حالة اكليبيريا ويصبح في تغير في درجة حرارة عندنا تي واحد وتي اثنين. هنا ما فيش تغير في درجة حرارة. درجة الحرارة حتكون نفسها. معناها without change in temperature. The heat or energy required to change the phase of a given masses M of substances is given by. يبدأ عندنا هنا الهيت انرجي المطلوبة للتغيير من فيس إلى فيس، من شكل إلى شكل. احنا كمية الحرارة اللي خذيناها في المحاضرة اللي فاتت كلها مثلا في الووتر، في المية مثلا، في عفوا سائلة ليكويد مثلا أو سوليد مثلا. ولكن هنا واضح إن هي هتتغير من فيس إلى فيس. هذا الفيس ممكن يكون من ليكويد إلى سولد أو من سولد إلى ليكويد أو من ليكويد إلى غاز. هذه المعادلة تعطى بهذا الشكل Q يساوي الM في الL. أي تغير للمادة مثلا المية من طور إلى طور أو من شكل إلى شكل هتعطى درجة الحرارة مثلا من ناقص 30 إلى 10. هذه المادة هتتغير من طور إلى طور، مثلا أصبحت تجمد ثم أصبحت سائل ثم مثلا أصبحت غاز. هنشوفوها في محاضرة اليوم إن شاء الله. Where L is called the latent heat. L هذا ثابت ويسمى latent heat. الM هذه كتلة المادة في الطور اللي هي فيه of substance. ملاحظة there are two latent heat. latent heat هذه ال يوجد منها نوعين لأي مادة. أي مادة عندها نوعين ال اللي هو latent heat. أول نوع يسمى الميلتينج، في حالة الميلتينج في حالة الانصهار الميلتينج، ويسمى latent heat fusion. latent heat fusion اللي هي ال F. ال F الصغيرة هذه اسمها fusion، وال L هذه تسمى latent heat. فال اف شنو تسمى؟ هذه ال اف تسمى latent heat، والال اف تسمى latent heat of fusion. شنو معناها؟ معناها هذا الطور تغير من الصلد الى الليكويد، كان مجمد ثم اصبح سائل، تغير من الصلد الى السائل. فالطور هذا بعد يتغير من الصلد الى السائل، ال اف تسمى latent heat of fusion. And the other is for the boiling. انصهار. بعد ينصهر. في حالة الانصهار شو نسموه؟ يسمى latent heat of vaporization اللي هو ال V. vaporization معناها الانصهار، تبخر. فايبر تبخر. اللي هو التحول من الليكويد إلى السائل. تحول من الليكويد إلى السائل. ودائما وأبدا ال V في حالة الفايبرزيشن، في حالة الانصهار، في حالة التحول من الليكويد إلى الغاز، تكون أكبر من ال F في حالة الفيوجن وفي حالة اللي هي التحول من السوليد إلى الليكويد. هناخذ تفصيل وبعدين ناخذ مثال ونوضح فيه كيف نحسب كمية الحرارة عندما المادة تتحول من طور إلى آخر. الفيس تحول من شكل إلى آخر، من صلد إلى ليكويد أو من ليكويد إلى غاز أو من غاز إلى ليكويد العكس أو من... مع مسائل معينة
يجب الانتباه إلى درجة الحرارة. درجة الحرارة المعطاة في المسألة، لأن الحل دائما يعتمد على هل المادة مرت في تغير في حالتها أم لا. هل تحولت من الصلب إلى السائل؟ هل تحولت من السائل إلى الغاز؟ أم لم تتحول؟ إذا تحولت فنضطر هنا نحسب كمية الحرارة في حالة التحول، ونحسب كمية الحرارة في حالة عندما كانت في نفس الطور في حالة لاتنت هيت. هنا درجة الحرارة مهمة جدا. مثلا ناخذ المية عندنا درجتين حرارة، الدرجة الأولى اللي هي درجة الصفر، درجة مئوية، وعندنا المية. بالنسبة للمية عندنا ال F وعندنا ال V. إذا كانت عند الزيرو نحسبوها، وإذا كانت عند المية تنحسب ال L V. المسألة إذا أعطينا مثلا وأعطينا درجة الحرارة، قلنا مثلا عندنا مادة مثلا انتقلت من درجة حرارة ناقص 50 وأصبحت مية وعشرة. يقول لك احسب كمية الحرارة اللي فقدتها المادة اللي هو المية، هذه ياهي كانت ناقص 50، معناها كانت تلج، قطعة من التلج، وأصبحت 110، معناها انصهرت إلى بخار. هذه المادة واضح أن هي مرت بدرجتين الحرارة، امتاعة الانصهار وامتاعة الغليان، هذين مهمات جدا. معناها أول درجة حرارة عندنا هنا ناقص 50 هتكتب فوق الصفر في حل أي مسألة. هتكتب هنا المسألة اللي أعطيناها أعطيتها لي ناقص 50، وبعدها زيرو، وبعد الزيرو شو يصير؟ المية، وبعد المية شو يصير؟ مية وعشرة. معناها هنحسب كمية الحرارة اللي انتقلت منين؟ من ناقص 50 إلى الصفر. واضح أن في فرق درجات الحرارة، تساوي الام في السي بي بتاع التلج مثلا، الدلتا تي فرق درجة حرارة من زيرو تي 2 إلى تي 1، ناقص في ناقص 50 زائد 50. ثم نحسب درجة الحرارة عند الصفر، كمية الحرارة عند الصفر اللي هي ال اف. عند ال اف الفيوجن كيو تساوي الكتلة ام ال اف اللي هي قيمة ثابتة تعطى في المسألة. ثم نحسب تغير الحرارة من الصفر إلى المية، وتساوي كيو تساوي ام في السي بي داد ووتر في ال في فرق درجة الحرارة هي من الصفر إلى المية. ثم نحسب الكيو ام في ال في الفيوجن، ثم نحسب فرق درجة الحرارة من مية إلى 110. إذا أعطينا مسألة أخرى مثلا وقلنا درجة الحرارة من ناقص 10 إلى 70، شو يصير؟ أول حاجة هنكتب ناقص 50 فوق هنا كما كتبنا الأولى، تمام، ناقص 50، ثم تمر على الصفر، ثم تصل لغاية 70، لم تصل إلى 100، معناها المسألة حتوقف هنا، هيكون عندي هنا الصفر. هنحسب كمية الحرارة ما بين الناقص 50 والصفر اللي هي نقوله كيو يساوي ام في السي بي دلتا تي. ام حتكون عندنا الكتلة ثابتة، السي بي هنعطوك امتداد التلج
بعدين في فرق درجة حرارة من 0 إلى 50، ثم نحسب الكيو عند الصفر لأنها تحولت من طور إلى طور، كيو تساوي الام في ال اف، ثم نحسب الكيو الأخرى اللي هي من الصفر إلى 70، هي درجة حرارة تي 2 من 70 إلى الصفر، ونوقفه ما نصلوش للمية لأن درجة الحرارة لم تصل إلى 100. ناخذ مثال إن شاء الله هيوضح أكثر بإذن الله تعالى. ناخذ إكزامبل مثال. What is the heat required؟ يبي الحرارة اللازمة، الحرارة الكلية to convert، لتحويل 1 جرام of ice، جرام واحد من الثلج عند درجة حرارة at ناقص 30 درجة مئوية، يحول الجرام هذا من الثلج ودرجة حرارة ناقص 30، نبي نحوله إلى ستيم، بخار عند درجة 120 درجة مئوية. هذه هي المسألة. نبي كمية الحرارة Q اللازمة لتحويل، convert لتحويل 1 جرام، جرام واحد الكتلة الماسس of ice من الثلج عند درجة حرارة ناقص 30 to steam عند درجة حرارة 120. أعطيني specific heat CB عند الآيس، B مش مكتوب عفوا، CB عند الآيس 20-90 جول كيلوغرام في الكلفن، السي بي عند الووتر هي نفس السي ووتر 4290 جول على الكيلوغرام كلفن، السي عند الستيم عند البخار، السي بي عند البخار 2000 جول كيلوغرام على الكلفن، الفيوجن لتنتهيت ذات الفيوجن الانصهار 3.33 في 10 أس 5 جول على الكيلوغرام، and البايبزيشن الفي يساوي 22.6 في 10 أس 5 جول على الكيلوغرام. ثوابت كلن أعطيك السي بي مدعت الآيس والووتر والستيم، وأعطيني ال مدعت الفيوجن ومدعت البايبزيشن. كيف ما قلنا في السلايد اللي قبل هذا، عندما عندنا نبغى نحسب كمية الحرارة كيو ويبدأ عندنا فرق درجة الحرارة أن هي تنتقل من طور إلى طور، زي هنا طور المية كانت ناقص 30 وأصبحت 120، وكيف ما قلنا بدري very important درجة الحرارة هنا 30 بالماينس يبيها عند 120. الووتر اللي هي المية ضروري تمر بطورين، شنو الطورين اللي مرت بيهم؟ كما قلنا احنا حتمر على الصفر، حتمر على المية، درجة الغليان درجة الانصهار مر عليهم ضروري ان اثنين، عند درجة صفر هذه درجة صفر، عند درجة صفر الفيوجن، وعند درجة 100 كمية الحرارة تنحسب ال فايبريزيشن. الرسمة هذه مش حتجي في الامتحان، الرسمة أنت اللي ترسمها. تو ايزي، سهلة جدا. بالنسبة للرأسي الفيرتيكال تكون فيه درجة الحرارة تي، وبالنسبة للأفقي الهوريزونتال حتكون كمية الحرارة الهيت اللي تطلع. واضح من هنا أول شيء كيف ما قلنا درجة حرارة هنا ناقص 30 وحتصل لغاية الكم؟ 120، هنا تكون 120. بينات شنو حتكون؟ حتكون الزيرو درجة الانصهار بتاع المية كيف ما وضحنا هنا، وحتكون 100. أول شيء طور حتمر به حتمر من ناقص 30 إلى الزيرو، وهذه المرحلة اللي هو المثلث هذا من ناقص 30 إلى الزيرو اللي هو شنو؟ هو الآيس. ثم عند الزيرو توجد كمية حرارة حتنتقل ولكن عند نفس درجة الحرارة الزيرو، هذه المرحلة تسمى مرحلة الآيس زائد الووتر،
بداية انتقال الآيس إلى الووتر، آيس زائد ووتر، ونحسب كمية الحرارة. وبعدها درجة الحرارة الأخرى حتكون من 0 إلى 100 اللي هي تحولت فيها إلى الووتر. ثم عند 100 حيكون في كمية حرارة مفقودة ولكن درجة حرارة ثابتة اللي هي 100، حتكون الووتر زائد ووتر فايبر اللي هي ستيم البخار. ثم حتكون من 100 لغاية 120 حتكون فايبريزيشن البخار. نبدأ في الحل. طبعا في الحل أول شيء هنكتب المعطيات كما قلنا المرة اللي فاتت، المعطيات شبه مكتوبة. الام الكتلة 1 جرام هنقسمه على الالف باش تطلع بالكيلوغرام. درجة الحرارة رسمناها من ناقص 30 إلى 120 بيناتها حيكون الصفر والمية، ونرسم المخطط. عند الزيرو حيكون في انتقال حرارة عند نفس درجة الحرارة، وعند المية حيكون في انتقال درجة الحرارة هيت عند نفس درجة الحرارة. هنا الرسمة تكون مرسومة كما قلنا، بين التي درجة الحرارة وما بين الهيت، تي ما بين الهيت انتقال الحرارة. بدأت من ناقص 30 هتصل لغاية 120، خمسة نادي ما فيش داعي نكتبها، أهم شيء درجة الحرارة عندي بقيت المية اللي هي الزيرو والمية، درجة غليان المية المسائل هتكون على المية. ناقص 30 هتصل لغاية الصفر، من الصفر هتصل لغاية المية، والمية هتصل لغاية 120. أول حاجة البارت A اللي هو هذا، كان ثلج آيس معروف ناقص 30 الدرجة تجمد قطعة من الثلج، فروم ناقص 30 إلى الزيرو إلى درجة الغليان. فأول خطوة هتبدأ من ناقص 30 هتصل إلى الزيرو، من ناقص 30 إلى الزيرو هذه المرحلة الأولى. واضح أن فيها انتقال حرارة ما بين درجتين حرارة اللي هي ناقص 30 والزيرو. يبقى عندك الكيو رقم 1 تساوي كيو 1 يساوي الكتلة ثابتة M بتاعت الآيس، هي نفسها بتاعت الووتر كلها ثابتة، مضروبة في السي بي بتاع الآيس، مضروبة في فرق درجة حرارة دلتا تي. الام عندنا 1 جرام، بعد نحولوها هتصبح 0.001 واحد من ألف جرام، مضروبة في السي بي معطية اللي هي مداعة الآيس 20-90، مضروبة في فرق درجة حرارة، وضروري نفطنه بدرجة الماينس ناقص تي 2 ناقص تي 1، تي 2 الثانية اللي هي 0 ناقص تي 1 هذه الناقص، والتي 1 قيمتها ناقص 30 حطها بين قوسين صغيرات. هنضرب الناقص في الناقص هتبدأ زايد 30، زايد 30 نضربها في 20-90 ونضربها في 0.001 هيعطينا 62.7 جول. يبدأ هذا المثلث كمية الحرارة مداحتها هنا تساوي 62.7 جول. ثم البارت بي الايس تو ووتر، عندما يتحول الايس الى ميه زائد ايس، المرحله الثانيه اللي هي عند درجه حراره الصفر، هذه يحدث فيها انتقال حراره ولكن درجه الحراره ثابته، تي ثابته ولكن يوجد في كيو، لان يعني تنتقل من طور الى طور، حتنتقل من الايس اللي هو الثلج الى الميه. البارت اي بارت بي اللي هو الايس الثلج حينتقل الى ميه وثلج مع بعضهم عند درجه حراره صفر، ما فيش لأن درجة حرارة ثابتة زيرو. شفت البارت بي زيرو. شو نستعمله؟ نستعمله قانون الليتنت هيت، كيو يساوي كيو اثنين يساوي كيو اثنين يساوي الام ال فيوجن. الفيوجن معناها انصهار، الثلج بدأ ينصهر مش بخار، فيبريزيشن. اف الام الكتلة عندي ثابتة بوينت اللي هو 1 جرام نقسمها على الالف يطلع لي 0.01 من الالف، في ال فيوجن حتعطى من ضمن المعطيات تساوي 3.33 في 10 أس 5، وتساوي 333 جول. هذه قيمة الكيو في هذا المستطيل. ولكن اذا كان بنرسمها على خط الاعداد هذا، قيمة الكيو هنا شنو تساوي؟
هتساوي هذا الجزء اللي هو الايس زائد ووتر زائد الايس، هنجمع 62.7 زائد 333، مجموعا هينكتب هنا. ولكن 333 هتكون كمية الحرارة عند الزيرو، 62.7 كمية الحرارة من ناقص 30 إلى الزيرو. ثم في البارت سي الووتر from 0 to 100 هيصبح مية في المرحلة سي، هذا المرحلة اللي هي من الزيرو إلى المية، مرحلة المية درجة حرارة تغيرت من الزيرو إلى، تصبح هذه كيو ثلاثة تساوي الام الكتلة في السي ووتر، سي بي ووتر مضروبة في الدلتا تي فرق درجة الحرارة، وتساوي 1 جرام اللي هو الواحد من ألف مضروبة في سي بي بتاع الووتر المعطيات 4190 في فرق درجة الحرارة تي النهائية في هذا الجزء اللي هي 100 ناقص تي واحد اللي هو الزيرو هيطلع 419. يبدأ كمية الحرارة بتاعت السي هذه الووتر قيمتها 419، ولكن على خط كان نرسموه هنا على خط اعداد هنا للهيت، هنجمعه الاولى 62.7 زائد الثانيه البي 333 زائد الثالثه 419 ونكتبوها هنا على الخط. لكن 419 هتنكتب نقطه هنا في السي فقط للميه، 333 هتنكتب هنا فقط، 62.7 هتنكتب هنا فقط. ثم عاد وصلنا الى السي هنصله الى الدي اللي هي درجه حراره 100. عند درجة حرارة 100 حيكون في فقط كيو، ولكن درجة حرارة ثابتة هتصبح لتنت هيت البار دي الووتر هتمشي إلى ووتر زائد ستيم أو فايبر بخار عند درجة حرارة 100 يساوي كيو 4 شو تساوي؟ تساوي ام في الالف فايبريزيشن اللي تنتيت في حالة الفايبريزيشن التبخر، الام عندنا 1 جرام اللي هي هتصبح 1 من 1000 في الال في ثابتة في حالة التبخر 22.6 × 10^5 وتساوي 2260. يبدأ في هذه المرحلة هي المرحلة دي قيمة الكيو 2260 جول. اما اذا كان نرسموها خط الاعداد هنحسب القيمة الاولى زائد الثانية زائد الثالثة باش انا نكتبوها هنا على خط الاعداد، ولكن ككتيبة جوا هنا حتنكتب 2260 هذه كمية الحرارة اللي فقدناها في الدي. اخر بارت اللي هو الاي اللي هو الستيم انتقل من 100 الى 120 درجة حرارة اللي اعطيها لي بارت اي الستيم فروم 100 الى 220 كمية الحرارة تساوي الام بتاعت الستيم في السي بي هي نفس السي بتاعت الستيم في الدلتا تي، الام ثابت اللي هي الكتلة 1 جرام 1 من 1000 ضرب سي بي بتاع الستيم جاهزة 20/10 في فرق درجة حرارة النهائية 120 ناقص الابتدائية، نهائية ناقص الابتدائية 120 ناقص 100 ويساوي 40.2. The total energy convert المتحولة اللي تقدر تحول لي 1 جرام من الثلج من الايس حولناه الى من درجة حرارة ناقص 30 إلى درجة حرارة 120 نجمعون كلهم، الجزء الأول هذا 62.7 زائد الجزء الثاني 333 الجزء الثالث 419 الجزء الرابع 22.60 وآخر جزء 40.2 مجموعا 3110 جول، مجموع كمية الحرارة المفقودة. يبدأ هنا فكرة أي مسألة تكون عندنا ناخذ درجتين حرارة نكتبها ناقص 30 والدرجة الثانية 50 70 100 120 اللي يعطيها لي هو. إذا كان فوق ال 100 حنكتب الصفر وال 100، تحت ال 100 حنكتب الصفر فقط. ونبدأ ناقص 30 مثلا وناقص 20 إلى غاية الصفر، ثم ناخذ الصفر بروحها، ثم ناخذ الصفر إلى ال 50 مثلا. فوق ال 100 معناها حناخذ من الصفر إلى ال 100 وناخذ ال 100 بروحها كيف ما خذينا في هذا الإكزامبل. Homework 6. How much heat is needed to transform 500 grams of ice at minus 20
درجة مئوية عند ناقص 20 درجة مئوية into water إلى مية عند 50 درجة مئوية. يبي شنو؟ يبي الكيو، كيو الكلية. heat is needed، كيو الكلية لنقل 500 جرام. هذه هي الكتلة، الكتلة ثابتة 500 جرام، والجرام ما يمشيش معانا، ضروري يتحول إلى كيلو جرام. هذين تفطرونهم في حل المسائل بعدين. ملاحظات مهمة جدا. of ice كانت تلج عند درجة حرارة ناقص 20، تحولت إلى مية عند درجة حرارة 50. وكيف ما قلنا، بعد جينا مسألة بهذا الشكل، نكتب درجة الحرارة اللي أعطيها لي هو ناقص 20، ونكتب درجة الحرارة الأخرى اللي أعطيها لي اللي هو 50. بين ناقص 20 و50 توجد صفر. المية ما نحتاجهاش، لأن أقصى درجة حرارة عطارية في المسألة اللي هو 50، فلذلك هنوقف لغاية 50. هنرسم الرسمة بتاعتي ما بين درجة الحرارة وكيو. نبدأ أول مرحلة من ناقص 20 إلى الصفر، المثلث اللي درناه من بدري. كيو تساوي الام، نحولوها بالكيلوغرام، في السي بي بتاع الآيس عندي في فرق درجة حرارة بين الصفر ناقص ناقص 20. ثم عند الصفر يكون في كمية حرارة فقدت، ولكن عند نفس درجة الحرارة كيو يساوي الام عندي والال عندي الفيوجن. ثم تحولت من الصفر إلى الخمسين اللي هو كيو ثلاثة تساوي الام عندي نفسها، السي بي بتاع المية عندي، والكيو في فرق درجة الحرارة اللي هو ما بين الخمسين والصفر. بعدين نجمع الكيو واحد زائد كيو اثنين زائد كيو ثلاثة.